قعدنا احنا 6 ويا ابوي 7 صغنا، امي وابوي اختي الصغيره واختي يعني اكبر من الصغيره واختي الكبيره واخوي عمره 12 سنه 13. كنت ما اعرف اقرا واكتب بس يعني بس جت المنظمه اني بدات تهجى وكنت افكر ابطل بس امي كانت تشجعني وقالت لي ضل انت راح تعرف تقرا وتكتب واني ضليت لحد ما جت المنظمه وسعناني كنت اعرف اقرا واكتب وسعنا صرت تهجى. من جت المنظمه علمتني الحروف وكلمات وكانت مفيدة لنا حيل والقراءة وتعلمنا القراءة والكتابة. كانت معلمتي الإسلامية قامت تحبني لما تعلمت أقرأ وأكتب ولما سعنا اليوم امتحنا شافني وقرأته وقالت لي عافية أرجع على الرحلة ورجعت على الرحلة وقالت لي عافية. برأيي أنا كطالب لازم كل الأطفال يجون على المدرسة لأن يصير يتعلمون يقرون يكتبون ويصير عندهم مضاعف ويبنون مستقبلهم من دون ما يرجعون على أي واحد يبني لهم مستقبلهم ويصيرون ضباط أو طيار أو محامي. جيت على المنظمة حسيت بشعور حلو وصار عندي أصدقاء وصار عندي ثقة بنفسي أن أنا أنجح وأصير ضابط. أني حلمي أصير ضابط وأتخرج من الكلية العسكرية وأروح أصير ضابط وأحمي شعبي.